لسه مكملين مع حضراتكم في الرياضة، بس بموضوع مختلف شوية وعلى هامش بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية اللي تم إقامتها في دبي. أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تسليم عالم تنظيم البطولة المقبلة في عام 2025 إلى مصر بعد فوزها بتنظيم البطولة. كمان بطولة العالم الحالية شهدت مشاركة قوية جدا لمنتخب مصر، واللي حصد عدد من ميداليات المتنوعة، منها طبعا الذهبية والفضية وأيضا البرونزية. في حفل كبير أقيم على هامش بطولة العالم لرفع الأثقال في دبي، أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تسليم علم تنظيم البطولة القادمة عام 2025 إلى مصر التي فازت بتنظيمها. واستلم الكابتن عماد رمضان أمين صندوق البارالمبية المصرية شارة التنظيم، وأشاد في كلمته بالتنظيم الرائع الذي قامت به الإمارات العربية المتحدة في هذه البطولة، وأكد على أن هذا النجاح الذي شهدته النسخة الحالية هو تحدي جديد للدولة المصرية لتنظيم بطولة استثنائية في كل الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية والإعلامية. وفي بطولة العالم بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حقق المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي المركز الخامس، محققاً 5 ميداليات رسمية، منها ميدالية ذهبية وفضيتان وبرونزيتان في جدول الترتيب العام للبطولة. أما عن مجمل الميداليات التي حصدها المنتخب في البطولة، فهي 24 ميدالية مقسمة على صعيد الكبار، 9 ميداليات منهم 5 ذهبية وفضيتان وبرونزيتان في الموازين، وهي التي تم احتسابها رسمياً بالإضافة إلى 4 برونزيات على صعيد المجموع. وعلى مستوى الناشئين، حقق منتخب الناشئين 8 ميداليات منها 4 ذهبيات وفضية وبرونزية في الموازين، و4 ذهبيات وفضيتان وبرونزية على صعيد المجموع، فيما حصلت مصر على 7 ميداليات على مستوى الرواد، منها 4 ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية واحدة، ليصبح مجموع الميداليات المصرية في البطولة 24 ميدالية متنوعة.